جاد؟ شبيك؟ بس ماني كلش أحب المطر، أنتي تعرفين. بس دا أفكر بالعصافير، يا ترى وين راح يتغبون من المطر؟ ما أدري. جاد؟ خطرت على بالي فكرة، شنو رأيك نسوي بيت صغير للعصافير يتخبون بيه من المطر؟ فكرة ممتازة، فكرة حلوة كلش طبعا. معزوزة، معزوزة تريدين تساعدينا؟ يا سلام، ممتاز. يلا نسوي بيت للعصافير. يا سلام يا سلام. معزوزة، بسمة، نجحنا. إيه، كلش حلو إنه إحنا دا نحمي العصافير من المطر. طبعاً. ها؟ يا سلام، شقد حلوين. تمام، هسا نريد نقلد صوت دجاجة. بق 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 بق. المطر وقف، تعال نشوف. شوفوا شنو صار، العصافير طارت والبيت البيت خرب. انا من صدق كنت كلش حابه انه يستفيدون العصافير من البيت اللي سوينا لهم اياه. صح، فكرت انه راح ننجح. هذا الشيء ما كان جزء من الخطه ابد. يبدو أن جاد وبسمة ومعزوزة كانوا يحاولون بناء بيت للعصافير ليحميهم من المطر. نعم، لكنه تبلل وسقط. دعنا نسألهم عن شعورهم تجاه ذلك. جاد، بسمة، معزوزة، ماذا يحصل؟ إحنا كنا نريد نساعد العصافير، تمام؟ بس بيت العصافير تبلل، وهسا أنا دا أحس إن كتوفي ثقلانين. حاسة ما رح نقدر نسوي بيت للعصافير يحميهم. يبدو أنكما تشعران بخيبة أمل. صح، أنا حاسة بخيبة أمل. وأني همين دا أحس بخيبة أمل. هذا شعور طبيعي، يمكن أن يكون الأمر مخيبا للآمال عندما نكون متأكدين من شيء ما ولكنه لا ينجح كما خططنا. لا تستسلموا، حاولوا مرة أخرى. تمام، شكراً.